تنحطهم الدايناميك هون بوزيتيف ديسبيسمنت هون نشوف هون ابلكيشن نبدا في الابلكيشن هذه عاده بنستعملها للترانسبورت اوف فلويدز هاي بنستعملها عاده لفلويد باور سيستمز خلينا نحط هون مثلا المقارنه الثانيه اللي هي الفلو هذا depends on pressure أو head في حين هون عندنا the flow constant راح أحط هون أنا بين قوسين small variation إلا يصير في variation بس بشكل عام إذا بدي تطبيق في constant flow constant displacement أستعمل positive displacement pump. The pressure اللي بنستعمله عليه هذا عادة low pressure و high flow هذا high pressure low flow هنشوف إذا عندي أرقام نحطها هون عن الـ pressure والـ flow هاي ممكن توصل 12000 بي اس اي. قديش كان البي اس اي؟ 6000 شو قديش الرقم بالضبط؟ ال 12000 قد ايش المسكن؟ لا لا بس اعطيني ال 1 بي اس اي بس حتى نخلي الرقم هذا 6000 وشيء يعني 500 6 كم ميجا؟ لا 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 انا بس بدي 1 بي اس اي كم باسكال؟ واحد واربعين بوينت ثري وان بي اس اي كم باسكال هل وان باسكال هل وان بي اس اي تمام 6.89 كيلو باسكال هلا في عندي في حين هدول من 250 ل 300 فهي المقارنه هون بين بريشر انا بستخدمه عاده على لو بريشرز بستخدمه على فيري هاي بريشرز هاي بريشر خلينا نحط هون البروتكشن نحط هون ريكوايرز بريشر ريليف فالف تو بريفنت دامج ميكانيكال دامج due to high pressure هذا بشكل عام بعتبره سيلف ريجوليتنج هاي من الميزات اللي موجوده في البامبس لو كانت البامب شغاله وسكرنا الفالف عليها راح يصير انه بتلف البامب بس لانه فيها فراغات راح تصير تحرك الليكويد في داخل البامب لانه في فراغ في الحركه فهذه بشكل عام ممكن نحكي انها سيلف بروتكتنج او بطبيعتها فيها الفراغات ما فيش فيها المشكله اللي موجوده هون نشوف ايش في اشياء ثانيه كمان اختلافات بينهم حكينا بوزيتيف ديسبيسمنت تقريبا يمكن هاي ال هاي الاشياء هاي الاختلافات الاساسيه اللي موجوده بينهم مثلا حكينا هون هذا هون كونستنت constant flow transport liquid application self protect. أي واحدة؟